أوضحت السنة أن زمن الفتنة تعظم فيها أجور العبادة، فمن وقع في الفتنة عليه أن يلزم عبادة الله، وكلما ألزم عبادة الله كلما كان أجره أكثر وأكثر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث معقل بن يسار عند مسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، كأنك مهاجر كما هاجر الصحابة الأولون إلى المدينة فرارا من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. العبادة في الهرج كهجرة إليك.